حياكم الله مشاهدينا في صباح جديد من صباح الإمارات، ومعك اليوم يتجدد فيه اللقاء وياكم. صباح الخير يا صباح النور، يا صباح الورد. تسلم يا رب. الله يسلمك يا رب. أستاذة حبيبتي أنت اللي منورتنا في الاستوديو. صبحت الله بالخير شيف. صبحت الله بالنور والسرور. صباح الخير. حصة اليوم الطبق صراحة وايد لذيذ، بيكون عبارة عن منسف، فاليوم غدانا منسف إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. يعطيك العافية ميرا، خبرينا عن الطبق الأول. طبعا حصة جايبة وردة. شوفوا سويت وردة. وردة بيضة. الله. حقي هاي. شكرا. وردة بيضة. وردة ويايبة وردة. وردة حبنا. وردة كجما. وردة صداقتنا. كجمال قلوبكم. بفكر. ها. جيب لي وحدة معطرة. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. ناخذ. ناخذ فاصل. مشاهدينا وراجعين خلكم ويانا. جديد رجعنا لكم مشاهدينا على قناة الإمارات وعبر برنامج صباح الإمارات، وفي يوم المعلم يسعدنا أن تكون ويانا المعلمة التربوية المتميزة. متخن لذيذ. بالعافية. يعطيك العافية. تسلم يدينك. كنترول. تسلم يدينك. خلوني بالعافية. طبعا مشاهدينا نتمنى أنكم استمتعتوا بفقرات حلقتنا اليوم، ترينا باكر بإذن الله على نفس الموعد، ونشوفكم على خير وداعة الله. ونقولكم في الختام تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل والكنترول، ومع السلامة، نشوفكم باكر.